بسم الله خلينا نبدأ. تمام، اليوم عندنا سيشن نمبر 6 في الجنوس لاشينكس ليفل 2 كورس. طبعا زي ما تشوفوا هنا هذا كورس سيلبس بتاعي، بدأنا احنا تكس مانيبوليشن ادفانس نتورك كونفيجريشنز سيشن 3 مونتينج اند بارتيشنينج، ما كانش مونتينج اند بارتيشن، خدنا سيرفيسز وريموت سكيور ريموت اكسس، بعدين خدنا مونتينج اند بارتيشن، بعدين خدنا نتورك ستورج، وتو باذن الله نبغى ناخذ لينكس فاير وولز. يعني احنا خدنا هذو كلهم، الحاجه الوحيده ما خدناهاش ادفانس شيل سكريبتنج. احنا حناخذ لينكس فاير وولز ومع النولج اللي نتعلموها اليوم باذن الله في لينكس فاير وولز اللي خديناه قبل في سيرفيسز اند سيستم دي وسكيور ريموت اكسس، واللي خديناه قبل باذن الله بنديروا سكيور لينكس سيستم في السيشن الجايه سيشن نمبر 7، بنستعمل فيه حتى اللي خديناه في الكورس الاول. تكون انت سنسيشن باذن الله غضوة باذن الله كنا كملنا اليوم السيشن اللي عندنا. واليوم بناخذ على لينكس فاير وولز، وبعد ما اليوم وغضوة او السيشن هذه السيشن الجايه حناخذ ادفانس شيل سكريبتنج اللي هو كونتينيويشن للشيل سكريبتنج اللي اخذناه في الكورس الاول اللي هو كان الشيل سكريبتنج اوتوميشن، فحنكمل عليه وبهذا نكون كملنا الكورس اهو. واضح ان شاء الله. تو عندنا اليوم سيشن السادسه في كورس جنو سلاش لينكس ليفل 2، تتكلم على لينكس فاير وولز. اوكي، شنو هو فاير وول؟ فاير وول از ا نتورك سكيورتي ديفايس ذات مونيتورز انكومينج اند اوت جوينج نتورك ترافيك اند ديسايدز ويذر تو الاو اور بلوك سبيسيفيك ترافيك بيست اون ا ديفايند سيت اوف سكيورتي رولز. يعني هو ابسط تعريف ليه هو انه هو عباره على ديفايس يتخصص بالسكيورتي. شنو يدير؟ يدير في مونيتورينج على الباكيت اللي خاشه واللي طالعه، جميع النتورك ترافيك اللي خاشه واللي طالعه من جهاز هو، ويقرر هل بيخليها تخطم او بيوقفها الترافيك هي بناء على سكيورتي رولز انت تحددها مسبقا. فهو بيشبح التيبل عنده وبيحدد بعدين هل بيقبل او بيرفض. Firewalls have been a first line of defense in network security for over 25 years. They establish a barrier between secured and controlled internal networks that can be trusted and untrusted outside networks such as the internet. يعني في العاده هو barrier بين النتورك الداخليه نتاعي اللي انا وعندي فيها تقارير كل الاجهزه نتاعها انا مسطبهم ومدخلهم للشبكه بيدي، وبين النت مثلا او اي شبكه ثانيه ما عنديش فيها تقارير. يعني ما بين الوان ولا؟ ايه مبدئيا، او يمكن يكون بين اي نت وباي نت ثاني. فاير وول يمكن يكون هاردوير، يمكن يكون سوفت وير، يمكن يكون سوفت وير از سيرفيس، ويمكن يكون بابليك كلاود او برايفت كلاود، يعني فيرتشوال هاردوير. فاير وول مش حنخش احنا في جميع انواع الفاير وولز، لكن ضروري تعرف انه فيه يعني تايبس اوف فاير وولز. فيه هنا شويه ريدنج تقدر تدير عليه في الويكي للديبيان دول سلاش فاير وولز، تبي تقرا على الفاير وولز بالنسبه للديبيان. وفي هنا لينك من سيسكو يوريك يعني بيج طويله فيها تعريف تام للفاير وولز بالانواع نتاعها. حتى هو مش خاش فيه هلبا، لكن كويس كنت تبي تدير شويه ريدنج. انواع فاير وولز، في عندنا مجموعه من الفاير وولز، مجموعة انواع من الفاير وولز. احنا حناخذوا الستيتفول فاير وولز فقط، لكن هم يعني حتعرفوا كاسم فقط ان هم موجودين. في بروكسي فاير وولز، في ستيتفول انسبكشن فاير وولز اس بي اي، ويونيفايد تريت مانجمنت، نكست جنريشن فاير وول، تريت فوكس فاير وول، فيرتشوال فاير وول، كلاود نيتف فاير وول. زي ما تقول الاربعه الاخيرات هما قاعدين جدد هلبة، وتقدر تزيد تقرا عليهم في العاده للحاجات الكبيره شويه وال
to be deployed on the cloud. Okay. SPI firewall. إحنا حركت على SPI firewall. إحنا طبعاً كورس مش هو على firewalls in general, هو على Linux firewalls. فمش هنخش في باقي أنواع firewalls. هناخد على SPI firewall. An SPI firewall is a type of firewall that is context aware. It is sometimes called a dynamic packet filtering or a smart firewall because unlike the other types of firewalls, its rules for filtering data packets aren't set in stone. Instead, it looks at the context of incoming data packets and whether or not they correspond to active connections. It can also recognize patterns, allowing it to prevent attacks that work outside the packet level. يعني SPI firewall شنو هو؟ هو firewall يشوف الكونتكست نتاع الترافيك هي, يشوف هل الترافيك هي يعني منين جاية وين ماشية, و يعني بعض حاجات تانية يمكن يقرأها عليها. شن ما يديرش SPI firewall؟ ما يشوفش في داخل الباكت, ما يشوفش في الكونتنت, يشوف الكونتكست فقط. كان كده تبي firewall يشوف الكونتنت, بتشوف DPI firewall. نحن حنتكلم على SPI firewall, يعني بيشوف الكونتكست زي ما نقول, ما بيش نسميها ميتا داتا, يعني الفروم وتو وهكذا, اي بي ادريسز والبورتس اللي ماشيت لمثلا باكت معينه وهكذا من الحاجات. فهذا على اس بي اي فايروالز ان جنرال, النوع اللي احنا بنركز عليه. طبعا عندي كذا نوع من فايروالز, عندي اي بي تيبلز, وعندي يو اف دبليو, وعندي حاجة تانية زي NF tables و firewall D. تمام. U of W نوع من أنواع firewall. إيه مش نوع من أنواع firewall, هو software تستعمله بس دي configuration firewall تاعك. نوع هو SPI firewall. تمام. SPI firewall منها IP tables مثلاً أو NF tables. يكون عندك IP tables نازل وبتستعمل مثلاً. إحنا هيك حندير الكورس هو اليوم العملي, نستعمل UFW. UFW هو layer on top of IP tables, مش يكون أسهل الاستعمال متاعه. software هو هذا software تنزل بطريقة هي بيكون layer on top of IP tables, مش يكون أسهل استعماله. لكن إحنا حناخد فكرة على IP tables من غير ما نخش فيها عملي. فـ SPI firewalls IP tables. IP table شنو هو؟ هو standard firewall included in most Linux distributions by default. تمام. It is a command line interface to the kernel level net filter hooks that can manipulate the Linux network stack. It works by matching each packet that crosses the networking interface against a set of rules to decide what to do. Okay. يعني ال IP firewall IP table شنو هو؟ هو ستاندرد فايروال سوفت وير SPI موجود باي ديفولت في اكثريه لينكس ديستريبيوشنز, الا طبعا مينيماليست ديستريبيوشنز زي كاستمر في الدوكر مثلا, لكن اي جنرال يوزد ديستريبيوشن 90% موجود فيه ماي بي تيبلز باي ديفولت. حتى لو في برنامج ثاني تستعمله اون توب اوف ماي بي تيبلز ديما يكون الاكثريه حيكون موجود. فشنو يدير IP tables؟ هو يدير في manipulation للLinux network stack, ويخدم عن طريق انه يدير matching ل each packet that crosses the network interface. يدير match عند الباكت وعند الليست متاع rules, ويدير match الباكت هي وين تقع في rules هما, شنو الرول اللي تسمح بها او ترفض انها تمر من النتورك. زي SPI firewall. يعني هذا الشيء تحت الـ UFW هو ايه لما انت تستعمل يو اف دبليو, يو اف دبليو يستعمل في الاي بي تيبل. يعني زي ما يقولوا اللي يديرك في الكونفجريشن بتاع الاي بي تيبل بالنيابه عنك, ما تقول له شنو يدير, مش يعطيك اسهل شوي, لكن يمكن ذا كوست اوف ليس كونفجريشن بس ما نعرفش ايش خاطر الاس اتش باش يتصل كريموت اكسس مثلا, لو اي بي معين يتصل الاس اتش تقدر عن طريق اليو اف دبليو. الاس اتش مش حتخدم حاجه ثانيه. تقدر تقدر تو احنا بنخش بنوريك كيف بالضبط بدنا لها حاجه عن طريق اليو اف دبليو. فانا انكلود تو لينكس هنا عندك الويكي دو ديبيان دوت اورك سلاش اي بي تيبلز, كنت تبي تقرا على اي بي تيبلز بالنسبه لي ديبيان, وعندنا هنا ارتكل من ميديوم دوت كوم على اي بي تيبلز توتوريال بيجنرز تو ادفانسد جايد. توتوريال قريتها هنا حسيتها كويسه شوي وكنت فيتكم, كنت تبي تخش في اي بي تيبلز قبل. انا في اللي قال لي يمكن انت بدي يفرض عليك ديسترو معين ما تقدرش تنزل فيه يو دبليو, او يطلبوا منك ما تنزلهاش, فيكم بتبي تخش على اي بي تيبلز اكثر. يعني يو دبليو على حسب حاجتك انت.
او يو اف دبليو برنامج برنامج اضافي تضطر تنزل بجهازك باش يخلي التعامل مع اي بي تابلز اسهل. يعني حسب السيناريو اللي انت فيه مرات مش مسموح لك تنزله، ولا مرات انت في ديسترو ويحكم فيك السايز مثلا لاي سبب من الاسباب اللي ممكن تفرض عليك البيئه اللي انت فيها او الشركه اللي تخدم فيها، يمكن تضطر تستعمل اي بي تابلز بوز من غير حاجه ثانيه. هو زي الدول او شيء باش تستخدم الاي بي تابلز. ايه يعني يخلي فيه اسهل، لكن هو يعني برنامج ثاني يعني بياخذ سبيس اضافيه وهكذا. وهذا ينزل في الديسترو اللي عندك ليبيا؟ ايه ينزل. ينزل في جميع الديستروز بالنسبة لي. تقدر تنزل. مرات يطلبوا منك نفس. مرات انت عندك ريكوايرمنت معينة بالنسبة للحجم. ممكن. فمرات ضروري تعرف انه موجود اكيد. ياخذ هو في مساحة قلبها. يو اف دبليو. لا لكن هم مرات يفكروا في كل حاجة حتى تصبح صغيرة مرات. على حسب انت. بالضبط. فعندك هما تلو لينكس هما يمكن تقرا بهم يعطوك مثلا انتري للموضوع الاي بي تيبلز. كيف تبي تستعمل اي بي تيبلز؟ اي بي تيبلز عندها فور ديفولت تيبلز اللي هما الفلتر والنات والرو والمانجل. تمام يوز فور ديفرنت ريزنز فيري سيلف اكسبلانتوري. يعني الفلتر هنا الفلتر اما هي اللي الاو اما هي اللي اكسبت واما هي اللي ديناي مثلا. والناتنج ل ترانزيتين وفي النتورك ادرسز النتورك ادرسز ترانزيتين ورو تقريبا ل رو رو تقريبا الباكتس اللي تبي تدير عليهم كونجريسز تبي تحط لهم تيبل قبل ما يخشوا على الفلتر قبل يصيروا فورورد شويه بس تنزيد نشوفها لازم نتأكد لأن أنا نسيتها شوية رو شيز هابي تيبلز اوكي هو اللي باش دير بيه كونفجريشن الباكتس اللي هم اكزمت فروم كونكشن تراكينج باكتس ذات ار اكزمت فروم كونكشن تراكينج يعني مش مش محسوبين في الكونكشن تراكينج كونكشن تراكينج فلتر از ديفولت تيبل And this is where all the actions typically associated with the firewall take place. NAT is used for network address translation, port forwarding, mangle for specialized package alteration. هادو أنواع التابلز اللي داخل الـ IP tables. فصلها أربعة tables. كل tables فيها chains. تمام هادو أنواع الـ tables. يعني هو كان تستعملهم كلهم بتقول لي كأنك يعني شو خليت للراوتر عرفت مرات انت تبي تخلي اكتريتهم في الراوتر وهنا اللي تحتاجها بس فيهم هنا على حسب انت شو تبي تدير تونات نعرفوها بزوز تونات شنو هم توك تكون هم رو باش تدير سبيسيفاين اللي كان وايد اللي كونكشنز اللي مش محسوب اللي اكسمت فروم تراكينج اكسمت فروم كونكشن تراكينج يوزد فور كونفيجرينج باكيتس so that they are exempt from connection tracking. يعني الباكت تخش طول من غير ما بيمشي مع عرو اللي انت كتبها لكن قبل التراكينج بتصير الولا ديك جديدة هي شوية قال هذه من الـ IP tables Arch Wiki Arch Linux Wiki والأخيرة مانجل متاع فيها اكسترا رولز لل اللي علاقة بالناتج هو قريب للناتج. مانجل is used for specialized packet alteration. خلينا نشوفه مثلا example use mangle. mangle uses example. السلام. يكو يستعمل فيها باش يدير adjusting للMTU maximum transmission unit.
discrepancies used caused by traffic being brought through PPPoE, MPP, and DTM, each of which adds overhead and reduces the payload available from for IP from the usual 1500 bytes to an Ethernet frame. هو يسمع فعلا هذه الـ MTU تقدر تعدل بها أي حاجة أنت تبي إذا ما تقول بتعطي configuration معينة للكونكشن اللي ماشي عليه اللي أنت جبتها بالرولز بتاعك وبتغير فيه عن طريق المانجر تقريبا تصير قبل الناتين Set specific headers for IP packets to affect the routing decision made further on. يعني قبل routing decision جاية بس تغير في الباكت قبل routing decision. أنا معنا سام في ألبة في مايكروتيك لكن نسيت ما عش طلعتليش إيزامبل في راسي لكن سام في ألبة. أنا سام في بتاع إن سام في عندي مولتي وان وفي أجهزة في مطلع من وان معين routing تحمل في نزل من مطلع من routing معين فندير في مان قدر في زي تاج للكونكشن اجهزه معينه من كل واحد تبقى تطلع عن طريق الجهاز هو يخش يطلع بالنت مع في هذا سواح ثاني وهذا المح ثاني مثلا في ماكروتك استعرف ما مانجل تمام فهذا اربعه دي نعم ذكر فيها حتى الكواليتي اوف سيرفيس يستخدموا فيها ان يمكن فيها هي دي زي هي مثلا مجموعه معينه يعني نفترض اشتراكات معينه نخليهم السرعه كذا واشتراكات معينه تقييم في اكثر من حاجه واحده منهم ما ادري ما اعرفش كل كلها مش خلاص تو طبعا تعتمد وين انت الهاردوير بتاعك كل شيء المهم ابلكيشن عندنا أربعة فور ديفولت تيبلز فلتر ونات ورو ومانجل الفلتر تشينز احنا تو حاسين على السكشن تاع الفلتر الفلتر فصل 3 تشينز فقط فيري ايزي عندي انبوت واوتبوت وفورورد يعني لما نقول فاير وول اكثر حاجه نقصد بها الفلتر هو اهم حاجه عندي عندي التشين تاع الانبوت اللي هي الحاجات اللي خاصين للسيرفر مثلا السيرفر بتاعي السكشن بتاعه وهكذا او اي سيرفس على السيرفر نفسه الاوتبوت اي حاجه طالعه من السيرفر ماشي مثلا الانترنت او اي نتورك الفورورد حاجه اللي خاطبه من السيرفر تمشي فوق بين فورورد السيرفر تاني يعني انت مستعملني كجيت واي مستعمل السيرفر كجيت واي تمشي على بتاع الفورورد ماشي مكتوب هنا input this chain handles all packets that are addressed to your server output this chain contains rules for traffic created by your server يعني الترافيك اللي طالع من السيرفر بتاعي و فورورد this chain is used to deal with traffic distance for other servers that are not created on your server this chain is a way to configure your server to route requests to other machines يعني هناك انا عندي request تطلع من جهاز تاني وطلب من هنا نوصله في جهاز ثالث هذه فورورد كان هو طالع من جهازي هنا هي output مش بروكسي راوت فورورد يعني تعال للراوت مثلا متصل باثنين انترفيسز وتبي انت معي في واحدة منهم وتبي توصل الثانية ممكن توصل على طريقين كان انا مخلي الفورورد واحدة زي تقدر تطفيه مرة واحدة فورورد انت بس الفورورد انا بروكسي الخدمة حتى البروكسي نفس الخدمة هي لا مش نفس الخدمة بروكسي حاجة تانية بروكسي كيف؟ مش تبي تكلم سيرفر تاني بروكسي بروكسي لكن هذا مش بروكسي هذا راوتر راوتر بروكسي انت تتصل بيا وانا نتصل لك بسيرفر ثالث ونعطيك الاجابة زي في بين هذا مش في بين هذا بيبعت الاي بي بتاعك انت الا كان في ناتنج الا كان في ناتنج فمش بروكسي ابدا فاهم حاجة في الفاير وولز انك تعرف فاهمها الفلتر رولز الفلتر تشينز انبوت واوتبوت فورورد اهم حاجه لكن تقدر اي حاجه ثانيه زي ما عندك الناتنج فيه ثلاثه تشينز بري راوتنج بوست راوتنج واوتبوت بري راوتنج ذس تشين رول الترز ذا باكيت اس سون از اتس ريسيف اول ما توصل للنات بارت اوف النات تيبل اول حاجه هتخدم هي البري راوتنج قبل لا يسروا لها راوتنج او حاجه بعدين في بوست راوتنج
this chain rule alters a packet as it is about to go out. لما هي طالعة من نات chains بيصير post routing rules. لما طالعة من ال post routing table chain هي اللي حتصير هي اللي حيدير matching عليها. وفي ال output chain اللي هي alters locally generated traffic. اوكي فما بتستعملهم للناتنج لما بدير ناتنج لاي اتجاه باي طريقه كلهم هنا ناتنج استعمال الناتنج تشينز في رو تشينز ومانجل تشينز رو فيها اثنين تشينز اوتبوت بري راوتنج اوتبوت تو التر لوكالي جنريتد باكيتس بري راوتنج تو التر انكومينج كونكشنز وعندنا مانجل تشينز فيها خمسه تشينز انبوت واوتبوت فورورد بري راوتنج وبوست راوتنج input incoming packets output to alter locally generated packets forward for packets routed through the Linux box pre-routing to alter incoming connections and post-routing to alter outgoing connections. يعني انت ما نفس الترمينولوجي يستعمل فيها ديما بدل ما تلخبط بتركز انت وين في اي table بس تعرف انت يعني بتركز table وين وتشين table وين. المانجل هي الشاملة كل شيء تعتبر مش شاملة كل شيء هي كل واحدة بروحها ما لهاش علاقة بالثانية شاملة العملية يعني مش شاملة كل واحدة بروحها ما ليش علاقة بالثانية بكل من ناحية ترافيك مقصود يعني انت بيكون عندك فايل فصلها اربع اقسام فلتر والنات والرو والمانجل كل قسم فصلها اقسام ثانيات اسمهم تشينز كل قسم منهم تستعمله على حسب حاجتك انت يعني انا لما بفلتر ما نبيش حاجه الفوردين بنسكرها بندير رول في الفوردين فهمت لما نبي نسكر الاوتبوت من سيرفر بتاعي لاي بيات معينه بنستعمل الاوتبوت لما نبي نفلتر من يقدر يتصل بيه ومن ما يقدرش عن طريق الانبوت فهمت بنطير جميع الاي سي ام بي ريكوست بيش بينج مثلا بنحط رول في الانبوت في الفلتر تشينز input chain في الفلتر table تتعامل ضروري تضبطها وهكذا فهذا هم عندك أربع tables كل table عنده عدد من chains وهذا وإحنا مش هركز عليهم هلبة في targets في الأخير بكل شيء بتدير أنت في الأخير آخر rule بتاعك في حاجة تبي تديرها مثلا تبي تدير accept يعني السيرفر بياخذ الباكت وبيخليها تكمل بسرعة يعني يعني وصلت عندي في السيرفر يا ماشي فورورد مثلا ريجكت معناها اي السيرفر بيستلم الباكت وبيرفضها وبيبعت الاكنولجمنت انه هو رفضها دروب معناها السيرفر بتوصل الباكت بيستلمها وبيدير دروب للريكوست من غير ما يبعت اكنولجمنت حسب انت عشان تبدي كان كنت بتوقف بس اتاكس واحد ممكن تروح احسب الريجكت اكسبت تبين عليها ريتورن this rule sends the packet back to its originating chain so that you can match it against other rules. يعني يمكن انا عندي رول تانية down the line تدير matching على الباكت هي فنبعت لها ندير لها ريتورن بس تكمل دورتها في الفايروول في الفايروول فلترز بتاع في الرولز بتاعتي كلها. هذه آخر كلمة بتكون في أي سطر كمان بتدير في الأربي في أي بي تابلز كويس كي أي بي تابلز نعم فعندي مجموعة برامج تانية يقدر نستعملها مش مضطرة أنا نستعمل أي بي تابلز ديما في واحد منهم اللي هو زي ما نقول my favorite program to manipulate the firewalls and to change the firewall is uncomplicated firewall. Uncomplicated firewall is a program for managing a net filter firewall designed to be easy to use. يعني أنا أفضل إنه هو أسهل استعمال الـ IP tables. يعني هو أنا نزلته خذت مساحة زيادة في الجهاز بتاعي لخاطر بشي سهل عليه. It uses a command line interface consisting of a small number of simple commands. فصلح command line interface البرنامج ياخذ في arguments وهيك وفصل مجموعة صغيرة من الكوماندز اللي هم بسيطات
ويستعمل في الاي بي تيبلز في الكونفيجريشن. يعني بما ياخذ مني كوماند بيفتهم الاي بي تيبلز بطريقه ما عن طريق الكونفيجريشن فايلز. يعني انت بتستخدم هذا اليو اف دبليو طريقه انك تستخدم الاي بي تيبل. الاي بي تيبلز عندك من قبل باي ديفولت. باي ديفولت موجود على الاقل في ديبيان. هم قالوا ديبيان ان اي بي تيبلز ولا ديبريكيتد عندهم بيستعملوا ان تي تيبلز ان هو اللي في الاخير ان اف تي ان اف تيبلز. لكن حتى الان قاعد نازل باي ديفولت في ديبيان. مع انهم قالوا من ديبيان 10 ان اف تيبلز لكن هو ما حتى الان قاعد نازل اي بي تيبلز واي اف دبليو قاعد يخدم. قدامنا بتتغير عليك بتزيد تشوف في الويكي بتاع ديبيان شنو هي احسن حاجه شنو احسن بيست براكتسز وريكومنديشنز وهكذا وشنو متوفر. لكن حاليا هذه ماشيه لها فتره طويله عده سنوات. زي ما قلنا uncomplicated firewall is a program for managing and effective firewall designed to be easy to use. It uses a command line interface consisting of a small number of simple commands and uses IP tables for configuration. هذه الويكي بيج بتاع wiki.debian.org/uncomplicated firewall. هو لأننا مديرين مع يو دبليو بين فرنسيس فجاي تخبط اليوريل لكن هذا اليوريل صح بدري ويكي بتاع. تمام يو دبليو حنخش فيه عملي بإذن الله حنجربه فيه عشان نديره بالفايروال عن طريقة بتنزل عن طريق الكوماند اهو ما من ضمنتي يكون عندك نازل بديفولت في ديبيان في اوبونتو يمكن قاعد نازل بديفولت لكن في ديبيان لا بتنزل عن طريق الكوماند اهو اب انستول يو دبليو طبعا بيكون روت او سودو بس تديره. طبعا هي سيرفيس معناها ضروري من تخدمها وديرها انيبل كان انت محتاجك على حسب انت حاجتك شنو. ضروري تتفكر ان هي سيرفيس بس تعرف انت كانك تبغى تخدم ونكست بوت خليها انيبل كانك تبغى تخدم ديرها ستارت كان لازم تنزلها من درس شيء. تمام في بناخده مجموعه كوماندز في يو دبليو ستاتس بس تعطيني ستاتس بتاع الفاير وول في انيبل ديسيبل لكن في نفس الوقت تقدر انيبل ديسيبل من سيستم سي تي ال وفي ريست باش ترده للديفولت فاير وول رولز. الكونفجريشن فايل بتاع هنا سلاش تي سي سلاش ديفولت سلاش يو اف دبليو هو الكونفجريشن فايل بتاع يو اف دبليو. في مور كوم فايلز هنا لكن احنا مش هنستعملهم اظن الاحسن حاجه تستعمل ديما اليو اف دبليو كوماند يعني مش هنخش عليهم هما لكن انت بتعرف مكانهم وين موجودين هنا يعني مور كومز اللي بعد ما تاخذ ياخذ منك كوماند يخزن فيهم غادي. لكن احنا ما من ضمنش ان نعطيك ريكومنديشن انك تستعمله بطول ديما تستعمل يو اف دبليو كمان. تمام يو اف دبليو مزيد من كوماندز كيف نغير في ال في التيبل بتاعك. تمام هذا الكوماندز كيف تنزله كيف تشوف عشان صاير في ديلا انيبل ديسيبل ريسيت وهذا الكونفجريشن وين قاعد هنا كيف نستعمله نفس هذا الكوماندز بتاعك يو اف دبليو. هنا اول حاجه عندك تبي تعرفها عندك ديفولت تيبل او ديفولت يعني السلوك اللي هو باي ديفولت بيديره بالنسبه لما هو جايتها باكت انكمين ولا اوت جوين. هل انت الديفولت اللي مش كاتبه في الليست تبيه الاود ولا تبيه دينايد. يعني انت ضروري في بيس الموضوع هو يعني لما نبي ندير ليست ضروري نعرف الليست بتاعي هل هي بيست اون يعني هل بنبي نخلي ديفولت ديناي والرولز بتاعي كلهم الاو ولا العكس نبقى باي ديفولت الاو وفي حاجات معينه نبي نحيها ندير ديناي. في العاده وباي ديفولت بيكون هو ديناي انكمين والاو اوت جوين وبعدين انت بتعدل اللي بتكتبه في الليست بتدير ديناي للانكمين بدير الاو للانكمين واللي بتكتبه في الليست الثانيه حيكون ديناي للاوت جوين. يعني احنا هيك في العاده اللي ما بنبيش نستقبل شيء من النت من برا الجهاز بتاعي ونبي كان انا مثلا استعملت براوزر ولا استعملت اي حاجه بنسمح اي حاجه تطلع هيك باي ديفولت في اي جهاز. لكن تقدر تغيره عن طريق كوماند اهو يو اف دبليو ديفولت الاو او ديناي انكمين ولا اوت جوين فهذه بديرها اول حاجه وباي ديفولت هو ديناي انكمين ولا اوت جوين. فبعدها شنو عندي يو اف دبليو يا allow يا deny يا port number يا service name. هنا من غير ما ندير specify هنا مقصود هنا بالincoming
تمام. فهذا الانكمنت يا بندير يا الاو يا ديناي، وبنعطيه هنا يا بورت نمبر يا سيرفيس نيم. مثلا هنا يا ممكن نقول له يو اف دبليو الاو اس اس اتش، يعرفها ولا اس اتش بورت 22، يفتح ولا يسكر السويتش على حسب شنو درت انا. مثلا ندير له الاو بورت 22 طول امشي. تمام. نقدر نحدد اي بي معين او سبنت معينه، نقول له الاو او ديناي مثلا اي حاجه من اي بي هو او سبنت معينه من نبيها انا. يمكن نحدد له الاي بي والبورت، مثلا انا الاو او ديناي من اي بي معين او سبنت معينه لاي بورت معين نبي نحدده. هنا هذه جميع بورتس بنحكي لها بنحدد بورت معين. تمام. باش تمسح احسن حاجه انك تعطيه الرول نمبر باش تحصل الرول نمبرز. نعم. احسن حاجه انك تمسح الرول نمبرز باش تحصل الرول نمبرز، بدير يو اف دبليو ستاتس نمبر باش يعطيك الرولز نمبر، وغير النمبر ما يعطيكش بالنمبر. هذي باش تمسح كيف ما تبي. تمام. هذي زي تقدر تعملها تشيت شيت يو اف دبليو كسيت اي حاجه باذن الله ما يمشوك من كتابه السويتش زي بسميها. الا كان كنت تبي حاجه مازال اعمق من هيك يمكن تستعمل اي بي تيبلز او تزيد تقرا على الموضوع. بالنسبه احنا الكورس هو اكيد فينا في ادر فايرو سوفت وير زي الان اف تيبلز قلت لك دبي نبغى نغير عليه، فتقدر تخش عليه عن طريق الويكي ويكي دبي نت ورك سلاش ان اف تيبلز تقدر تقرا عليه غادي. في برنامج ثاني فايرو دي في العادة في كانت تانية زي ريد هات أو سيتو اس تعمل فيه هذا زي اليو اف دبليو زي الاي بي تيبلز اللي على فايروول ولا فايروول دي؟ ايه فايروول دي زي الاي بي تيبلز. ايه ايه زي الاي بي تيبلز. في فايروول داش سي ام دي مين اللي يستعمل فيه هذا؟ الأكثرية ريد هات أو سيتو اس في دورس ويستخدمه في اليو اف دبليو؟ لا تقدر تقدر تنزل هذا يستخدم فايروول هم يستخدموا في هذا. اه لكن انت تكتب سوفت وير باش يتعامل معه. هو هذا سوفت هو طول سوفت وير هو طول سوفت وير اي بي تيبل زي الاي بي تيبل يستخدم في الاي بي تيبل هذاك على خاطر احنا بنسهل يعني نستعمل سيمبل كونفجريشن بس. تمام. لكن هل تقدر تديرها هنا هذا سؤالي انه في الفاير وول دي تقدر تديرها يستعمل الاي بي تيبل طول من غير الفاير وول دي تنشوفوا مثلا سنتو اس use UFW. قال لك تيجي تنزل يوم انستول ابل ريليس يوم. هو فايرول دي صح؟ نعم؟ فيدورا. فيدورا فايرول دي ايه ايه لكن تقدر تنزل UFW. في حتى هنا توتوريالز كيف تنزل UFW في سنتو اس. ايبل ريبو هو اوريجينال ريليست فور اوبونتو از ا سمبل واي تو مانج نت فلتر رولز ات اولسو ميكس مانجينج يور لينكس سيرفر فاير وول اكستريملي ايزي اند از ناو افيلبل فور سنت اوس نزلك الطريقة السماء اليوم ونفس بالضبط يو دبليو ستاتوس الا في 9 كم ديفولت وش تبي دير نفس تستعمل طول مستشوف توي سام في السيستم ستير فما ما تغيرش عليك هلبة لما بتتغير تستعمل سنت اس ولا ريد هات ولا حاجة. أكثر حاجة بتلاحظها إن تغيير الأسامي الباكيجز وقت هنا اسمه يو اف دبليو نفس الدبليو لكن مرة تلقاها اسمه حاجة فيها تغيير شوية. أكثر حاجة بتضايقك هي وإنك تستعمل يوم أو دينف أو حاجة تانية الباكيج مانجر بيتغير عليك الكوماندز بتاعه ممكن يختلفوا شوية واسم الباكج يختلف. هذه اكثر حاجه اللي تختلف بين ديستروز الباقي كان كده نزلت نفس البرامج حتساهم بنفس الطريقه. حتى اسم البرنامج في التيرمينال يمكن يختلف من ديستروز لديستروز مرات اسم البرنامج نفسه يختلف حاجه بسيطه. تمام. فهذا اذر فاير وول سوفت وير اسمه على لينكس انف تيبلز وفاير وول دي. في حاجه ثانيه في ديستروز يمكن انت تنزل ديسترو تاع هو فاير وول للجهاز بتاعك او يعني لجهاز معين يعني انت عندك بس
سيرفر روم او داتا سنتر او حاجه، يمكن انت تبي تخلي جهاز واحد يكون ديديكيتد فاير وول اليوم كلهم، وهم ما عادش تبي تنزل فصل فاير وول. ممكن يمكن ففي كذا حاجه، اشهر حاجه تستعملها بي اف سنس. بي اف سنس لكن هو مش لينكس بيست مره واحده، هو اوبن بي اس دي يستعمل، لكن بي اف سنس يستعمل في هلبا. اتس فري اوبن سورس فاير وول اند راوتر that also features unified threat management, load balancing, multi WAN and more. نزل في جهاز بروحه free and open source. والله بالطبع بعدين نقول. في عندك Indian firewall. Indian firewall with an E is an open source router, firewall and gateway security Linux distribution developed by the South Tyrolean company Indian. The product is available as either free software, commercial software, guaranteed support services, or as a hardware appliance. إن كنت تشتري حتى الجهاز راكو بفصل من قبل السوفتوير. أما كلهم أنا شيكت عليهم كلهم جي بي إل لايسنسد، وكلهم يعني إنتايرلي فري سوفتوير. يعني يعطيك جميع أنواع الحرية وريسبكت يور برايفسي وأوبن سورس. في فاي أو إس is an open source network operating system based on Debian. VIOS provides a free routing platform that competes directly with other commercially available solutions from well-known network providers. حتى هو كويس مليح كويس جدا VIOS. نعم. The Leaf Project. The Leaf Project is a collection of Linux distributions that began as a fork from the Linux Router Project, Linux on a floppy distribution. حتى هو تقدر تشوفه كان مشي معك تقدر تستعمله، لكن اكثر حاجه استعمل فيها الناس بي اف سنس باي فار ذا موست وايدلي يوز. بي اف سنس يعني هذا بي اف سنس مش لينكس مره واحده، في اوبن بي اس دي. قلت يعني المفروض تبدا عندك كلام فكره بس تقدر تخش عليها تقدر تستعملهم كود بي فن. كان عندك مثلا دارت او حاجه في الشركه. هذه السيشن اليوم تمام، خشوا عملي ديروا يو اف دبليو فقط. التيرمينال و بخش على السيركل. طبعا انا نسيت ركبت الشفايات. بيزن دبي نعم. نحكي ديسترو. فايوس بي اف سنس. بي اف سنس مش لينكس. هو هنا في اوبن بي اس دي ولا في بي اس دي؟ با؟ في شركات ثانية. في 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 عدة من عدة شركات، لكن انا زي ما تقول اعطيتك احسن اربعة كي حسيتهم انا كويسة، وانت تقدر تشوف بروحك وتختار اي حاجة. تبي مثلا نخدم القائمة اكبر من هذه؟ ان شاء الله. اوكي فتو نجربه مره ثانيه، نديروا لوجين بالستش عشان عن طريق كي اوثنتيكيشن زي اللي بدنا كونفيجريشن مره فاتت. جربته ودرته ستش سيرفر وكيز اوكي كي اوثنتيكيشن. لا جربته شي بوك ضروري تجربوه، لان بعدين بتنساها عرفت مع الوقت. كما جربتش تو ممكن ما تقلقش في دماغك معلومه، كنت تبي تدرب يعني بس تقول لي لما جيك في ريلايف تاسكك تبدا مستعد وسهل عندك الموضوع.
السلايدز موجودين. لا عجبني. شنو اللي تبيه موجود؟ جايد تاع ايه ايه موجود. وتلقى في ال... تلقى اني حاط لك توتوريال من ديجيتال اوشن. نحسيت احسن توتوريال درنا زيها. وطبعا لك التوتوريال ديك مش دايره البراكتس كلها، دايره حاجه ولا اثنين. احنا درنا اكثر في الكورس، ويمكن تزيد تدور تشوف شنو هي البيست براكتس للسيناريو تاعك انت. ممكن في احسن من هيك كل حاجه، وعلى حسب بالضبط على حسب احتياجاتك انت. ايوه فتو احنا خشينا على SSH. نبو نجربوا مجموعة حاجات. احنا طبعا مع الناس UFW من قبل، لكن عندنا IP tables. حتى IP tables ما فيش. اوكي فانا شو مندير؟ مندير apt install UFW. انا طبعا بنحول على الروت قبل، لان انا ما عندي سودة في اليوزر هو، لكن نقدر نحول على الروت. فانا بندير apt install قبل خلينا نشوفه IP table مش موجود. apt install UFW بنزله، وال UFW بينزل IP tables وبينزل لي net filter contract tree net link zero، واحتمال بينزل الفايروال دي حتى هو. هما اللي قرر بينزلهم هو IP tables والثانيه تمام لليو اوف دبليو. ما قررت اني انزل فارول دي، لكن قال لي تقدر تنزله. كان يكتب لي تقدر تشوف طبعا قديش بياخذ من اديشنال ديسك سبيس. كان كنت مثلا ستورج سيتويشن تاعك مثلا ضيق اكثر، تقدر تشوف انه حينزل حوالي 700 كيلو بايت في اركايفز. وبعدين لما يفك تشفيق فك الاركايفز حيقول 3.7 كيلو بايت. انا ما شيكت وعندي اموري تمام. فانا بنزل تقدر تشوف انا نقدر برنامج بنزله 5 1 2 3 4 5. لا بنقول له يس قبل بنزل اي بي تيبلز. اي بي تيبلز مجموعه ثانيه. فالوالد قال لي سجستد لك ما نزلهاش. فتو هيك هنا عندي نزلت، تو عندي اي بي تيبلز، تو عندي يو اف دبليو. ما درتش الا apt install UFW. طبعا انت كان ديسترو تاني يمكن يختلف الموضوع، لكن هيك وصلت باذن الله. فنقدر نشوف توا انا نزلت السيرفيس نتاعي. خلينا ندير سيستم CTL status UFW. لقى UFW loaded لكن inactive و enabled تخدم انبوت، لكن هي حاليا متوقفه. يعني زي ما قلنا احنا اول ما تنزله مش حيخدم لين تخدم انت. وحتى كان خدم يمكن انت المفروض توقفه وتتاكد من الرولز نتاعك، لان انا تو مثلا خاش ريموت هنا انت ما خسستش. يعني كان في رول بيفصل عليه احتمال. تو هنا في الحاله انيبل وانها كذا عشان قلنا احنا انيبل وديسيبل ما يوقفش ويشغل. عباره على اون بوت شنو يصير. فانا تو حاليا هو انكتف معناه ما يخدمش، لكن كان نطف وندير ريبوت حيولي يخدم على خاطر هو انيبل. بالضبط عرفت تو انت نزلتها يا اخي. انا نزلت هذا باي ديفولت هيك يجي انيبل وين اكتف. بالضبط تو كانت تطفيه وتولع انا تبدا اكتف. بيبدا انيبل اكتف واللي هو ممكن هنا ما بيهاش حاجه. فتو تبي تلغى ديرها ديسيبل. بالضبط نقدر نديرها ديسيبل. كان نبي هنا ديسيبل هيك تو يولي ديسيبل. بالضبط ما يخدمش انبوت ما يخدمش. يمكن انت تدير هاي احسن لك. كان كنت مثلا خايف ممكن بيعرف عليك تضيع ولا في حاجه مشكله تصير ما اعرفش ما تبيش ولا. لكن هو باي ديفولت يجي فسط البورتس الطبيعيات. هو طبعا ان اكتف. اوكي هو ما يوريش الستاتس الا لما هو اكتف. فانا بندير له ينابل من هنا عن طريق كوماند هوا شوي. كنا دخلنا نتأكدوا خلينا نديروا الرولز قبل، باش لما نديروا له ينابل باش ما يفصلش علينا. بس خلينا نديروا الرولز. أول حاجة قلنا إن نبغوا نديروا الديفولت. الديفولت هما الزوز. أول حاجة تبي تدير الديفولت هما. تقدر تشيك على ال الرولز اللي هم موجودات من قبل. كانت تبي
تشيك هنا تلقى انه هو فصل اي بي في 6 سبورت تسكره كانك تبي. هذا ديفولت انبوت بوليسي الدروب الديفولت اوتبوت بوليسي اكسبت زي ما درسنا هذا الطبيعي ممكن جميع فايروز هيك والفورورد بوليسي دروب حتى هي تمام. في حاجات ثانية يعني ما نستعملش فيهم صراحة يمكن دير عليهم دورة تقدر تقرأ عليهم أكثر. في تقدر ياخذ موديلز ثانيات يزيد بها فانكشناليتي حاجات احنا مش حنخش فيها. أهم حاجة عندك أنت تبي تعرف أي بي في 6 سبورت ديفولت إنبوت ديفولت أوتبوت وديفولت فورورد هذوما تبي تعرفهم. اوكي فتوا شنو نديرو؟ نبغى نديرو ديفولت زي ما قلنا عمال الزوز كوماند بتاع ديفولت اول حاجه تبي تديرها هم موجودين من قبل لكن انا بنديرهم يو دبليو ديفولت. نبغى نديرو ديناي انكمينج تمام قال بيشور انك دير ابديت للرولز نتاعك يمكن غيرت ديفولت انكمينج بوليسي تشينج تو ديناي. يعني نفس الشيء بنديره للاوت جوين يو اف دبليو ديفولت اوت جوين هذا سكيل مش اوت جوين يعني الاو اوت جوين لان انا نبي ندير الاو للاوت جوين اوكي بيك تشينج تو الاو بي شور تو ابديت يور رولز اكوردنلي. كان كنت غيرت انا طبعا ما غيرتش يعتبر نفس الشيء غير نزيد ناكد لك فيه يعني ديره مكي بس تضمن انه 100% ندريش بعد قدام يغير ولا حاجه. يو دبليو الاو ديناي بورت سيرف بورت نمبر سيرفيس نيم اوكي. مثلا انا نبي اهم حاجه عندي انه ما يفصلش عليه الاس اس فبندير له يو دبليو الاو طبعا انا بورت مش 22 غيرته نعم غيرته شنو بغيره البورت مش حغير بورت نمبر بندير الاو بس انا البورت بتاعي 2202 لكن هو ممكن عندك انت 22 باي ديفولت لما كان غيرته تغير عنه. يعني انا هنا نقصد انك انت مغيرها هنا في السيرفر في السيرفر مغير في السيرفر المغير لذلك بندير 2202 انت كانك مش مغير تقدر 22 او دير اس اس اتش ياخذها باي ديفولت. نجربه نعطيه 2202 على هيك حيديرها في ال اي بي في 4 وفي الاي بي في 6 تقدر انت تحدد او تمسح الروت بعدها. فانا هيك سمحت بالستش وتقول انا مستعد ندير له انيبل حاليا. قال لي انه هو ديستربت اكزيستنس ستش كونكشنز انا بقول له يس بروسيد تو الفاير وول از اكتف اند انيبل اون سيستم ستارت اب. يعني انا نجي نشوف سيستم سي تي ال ستاتس يو اف دبليو نلقاه قاعد هو انيبل هنا هو يعني زي ما نقول في زوز ليفلز تبي تديرهم بتعدل من هنا وبتعدل من سيستم ستيل. سيستم ستيل ضروري يكون انيبل يعني هنا انت خدمت الباكج لما بديرها انيبل وهنا ضروري من يكون انيبل باش لما الباكج تخدم يخدم تمام. هذه على خاطر هو جاي بديفولت مش والع مطفي باش ما تغلطش هي بس دايرين المهم انت تبي تتاكد ان كلهم والعين لان انت تبيش سيرفر يوقع من غير فاير وول فبدير له انيبل يو دبليو بدير له معاها ستارت بس اتاكد من كل شيء تو جي دير ستاتس تشبه انه هو انيبل واكتف وهكذا قال لي هو اوريدي ستارتد هذا علاش ما خدمهاش مره ثانيه لكن واخدم عن طريق الكوماند لكن مش مشكلة ضروري مديرها الحاجة هاي بس تأكد ان كل شيء تمام اوكي. فتو احنا والفار وول يخدم تقدر يو اف دبليو ستاتس وتطلع لي ستاتس ما عندي شيء هنا عندي الا الاو 2202 يعني انا كم يجي نشوف اي حاجة تانية مش حتطلع لي. خلينا نجيو نديرو شيل جديدة نديرو نيو تاب. عندي برنامج هنا في الماك بتاعي اسمه انماب اوكي سيرفر ذاك اسمه كوني دوت ام اس ار تي تقدر له بورت سكانينج يطلع لي انه هو داون خلينا ندير على بينج
يفنك العلم ما في. شوف فيه داون فبندير له فورس لأنه هو مش داون وبنعطيه بورت معين 22.02 فتوقع لأن البورت أبطل. تمام هذا البورت بتاعنا. ف هنا نقدر نغير حاجة تانية مثلا هنا يعني طبعا بيش نسكر فايل الاس اتش لكن نبي نخليه علاود من اي بي متعيني بس مثلا اوكي لكن ما تفرقش هنا لان انا نجرب من نفس الجهاز فخلي نخش على سيرفر تاني. خلينا نخش على السيرفر الثاني نبي نخش بالسيرفر الثاني بس نحصل بس نحصل الجهاز خاصة اي بي ثاني نتصل بيه باش يطلع لي انه مرفوض لما انا باش نجرب بيه يعني. تو خشيت على السيرفر الثاني السيرفر الثاني ما فيش ان ماب فنبي ننزله for demonstration purposes. نبي ندير apt install nmap اللي هي tool IP scanner و port scanner باش تشبح به ال port. تمام فتو لما ندير nmap تمشي الامور لك خلي نديرو etc host اسمه server 1 فانا ندير ping ل server 1 يخدم لي نقدر ندير تو ان ماب سيرفر 1 هما في نفس سبنت او مرات يعطل شوي لانه بيشوف اول الف بورت يمكن تحدد بورت عن طريق داش بي يمكن تقول له يخش يدير سكان حتى لو السيرفر سي من اللي داون وما يقبلش في الاي سي ام بي عن طريق داش كابيتال بي ان فتو اشبح سيرفر هو قال لي كلهم فلتر هذا المكادس بتاعه في موير وان وان هوست اب يعني هو بينج يخدم لكن ما جاش اي بورت خلينا نقول مثلا نشوف لي 2202 اوبن جا اوبن 2202 انا ايش نبي ندير تو نبي نشوف الاي بي بتاعي شنو هو ما عرفش كيف يشوفوا فيه في الماب صراحه اي بي كونفيج يمكن شوفوني هنا هذا مش بورت ماب انتو 165 هذا اي بي تاعي عمال اي بي متاعهم اي بي تاعي 3 سيرفر وهذا حاجة قريبة لي 5 او حاجة زي وانا 11 بالنسبة لي اللابتوب تاعي 11 فا ايش نبي ندير هنا نبي ندير يو اف دبليو الاو هما فروم فروم اي بي ادرس او سبنت معينه فانا بنكتب الاي بي بتاعي اللي هو نفسه غير نهايه 11 لا ندير كوبي من هنا نحطها هنا نمسح هذه بنعطيه 11 نبيش نعطيه ماسك ولا حاجة سبنت ولا حاجة نبيه هنا الاي بي هذا فقط ونقول له تو اني بورت 2202 ضروري من نتأكد وما نغلطش هنا لان طبعا هنا هذه غلط ان الالاو الاولى غلط لما بدير بتحدد الاي بي هذا بتجيك في الاخير رقم البورت. تمام UFW allow من الـ IP address إلى any port رقمه طبعا تبي تتأكد كان كنت تخدم عن طريق النت ولا حاجة عن طريق الانترنت يمكن الـ IP بتاعك يتغير يمكن أي حاجة من أي حتى في نفس اللوكال نتورك مرات يتغير الـ IP address بتاعك عن طريق DHCP يمكن تبي تتأكد أنت من حاجة DHCP المفروض يعني الليست بتاعه طويل هلبة وما يتغيرش أو أنت static IP address باش تستعمل الطريقة هاي
انا المره الجايه كان نجو غدوه ويتغير الاي بي ادس تاع اللابتوب تاعي ضروري نخش على الكونسل نتاع الفي ام وير فخلينا نديروا له الاو هيك رول ادد تو انا عندي رول تسمح بان اللابتوب هو يتصل من الاي بي تاع هذا الى السيرفر هو ويخليه يتصل بالبورت هو اللي هو فصل الستش نتاعنا خلينا نديروا يو اف دبليو ستاتس طلعوا لي ان في ثلاثه رولز هما نبي نعرف الارقام نتاع الرولز يعني فندير له يو اف دبليو ستاتس نمبر يطلع لي مرقمات هيك هو طول لولا اني وير قال لك معناها اي واحد بيجي ما عادش بيشبح هنا هو لما ناش خاش يشبح فيها من اني وير خاش كل طول بيقبل فذلك ايش مندير انا بدير يو اف دبليو ديليت نمسح هون قال بتمسح الاو 2202 يس تو بنشوف النمبر طبعا ضروري بدير دبل شيك هلبا مرات هنا كان خاش ريموتلي بدات في مكان ما تقدرش تولي تخش الكونسل مره ثانيه فتو بنمسح رقم 2 اللي هي الاو اني ثينج فروم في اي بي في 6 انه يخش على البورت هو هل انت متاكد انا متاكد ستاتس نمبر تو ما عادش عندي الا الرولة هي تو نزيد نتاكد انه دبليو رننج ستاتس اكتف هنا فبإذن الله تو انا هنا من الماك بتاعي لما ندير له ان ماب حيقعد مفتوح هنا قاعد مفتوح البورت مش بكتب وانا اصلا خاش على الستش لكن هذا تاكيد هذه ان ماب من الماك بتاعي لابتوب ها خلينا نشوفه من السيرفر الثاني شنو يصير هنا ان ماب سيرفر 1 فلتر يمكن يطلع كلوز او حاجه زي المهم انا ما يقدرش نتصل في البورت هو ما تقدرش تتصل في الماك انت متصل في الماك يطلع لي ان بورت اوبن لان انا حطيت الاي بي بتاعه حطيت الاي بي 11 وصل الماك ايه ايه فانا تو الماك يتصل لان انا حاط الاي بي بتاعه هنا في الروج الثاني مش حيتصل خاطر ما حددتش الا الاي بي بتاع الماك الوحيد الا هو الديفولت بتاعي ديناي اي حاجه مش هنا بدل ديناي ايه فمش حيقبل الا الاي بي هو وفي نفس الوقت انا سمحت لي يروح يمشي للبورت هو بس يعني كان نفتح بورت ثاني مش حنا مش مسموح لللابتوب يوصل له خلينا نشوف حاجه ثانيه احتمال في مشكله في النت و سيرفر تاني ماشي بيستجيب بسبب المغيانات في الفايروال بتاعها في مشكلة في النت هذا ماشي لا هو واصل لكن وقف شوي هو احتمال واقف خاطر الانفس وقف هنا وانا نبي نشوف الفولدر بتاع الانفس فنبي نشوف انا اي بورت الانفس السامي فيه احنا سكرنا عليه هو 20 49 فصل كذا حاجة فصل بورت مابر 111 يعني تو الديفولت كله بدينا بيبدا ديناي اي بورت ثاني اي بورت ما فيش كله ديناي عندنا الفلتر تيبل هي الوحيدة اللي تخدم الانكومين هي فتو انا نبي ندير الاو فروم خلينا نشوفوا الاي بي الثاني ما نعرفوه احنا هنا لا كات اي تي سي هوست 5 13 هذا بتبقى واحد ثاني فهنا خلينا نخلو الخمسة يتصل بالبورت اللي هو قلنا 2049 اوكي طبعا ضروري دير دبل تشيك بتاعك باذن الله كويس نبي البورت هذاك نبي الاي بي ادريس البورت هذاك انا طبعا ما نعرفش هل يبي ضروري بورت 111 حتى هو ولا لا ما نعرفش نضطر نفتح شيل ثاني لان الستش طبعا يعطل شوية التايم اوت بتاعه عالي هلبة لكن تقدر تعدلها بكل في الكونجريشن تقدر تخليه طول اول ما يقعد ثانية ما يجمعش يفصل الستيشن طول
مثلا في هلبة كونفجريشن تصير في الشارع تزيد في الكومبريشن وتغير في السايفر الجوريزم. اوكي فتو احنا نبقوا نديروا نشوفوا السيتش هيستوري باش نتصلوا بسيرفر ثاني. تمام تو نخش على السيرفر الثاني اللي نبي نشوفه هو لست شيرز لست سلاش شيرز. اوكي فتو انا نشبه في الشيرز زيد داشت يمكن ديروا اني باش نفتحوا لاي اي بي لاي بورت لل هو يو دبليو ستاتس. اوكي يو دبليو ستاتس نمبر يو اف دبليو ديليت 2 مثلا بنمسحها الاولى هي ما عادش عجبتني ونبي ندير allow from الاي بي هو بس لكن من غير ما نعطي اي حاجه بعدها يو اف دبليو ستاتس نمبر فهيك تو علاو اي حاجه هنا. طبعا هنا قاعد بالنسبه للسيرفر الثاني احتمال لان تو بخش على مره ثانيه من هنا خشيت هنا خلي نشوفه. وطبعا احنا ان ماب قاعد عندنا فخلنا نستعمل ان ماب لسيرفر 1 داش بي 2049 شو يسوي؟ احنا نشبح فيه انه اوبن احنا نشبح فيه اوبن و111 حتى هو اوبن حاليا فتو خلينا نجرب ندير ديف داش اتش. شفت انا اللي خشيت على السيرفر مره ثانيه درت شيء ثاني ودرت ان ماب فقط وشفت ان البورت هو مفتوح والبورت 111 تو مفتوح فتو درت ديف داش اتش قاعد يعلق لي ما اعرف شو مشكلته بالضبط. اوكي خدم لي عطل شويه لك يخدم فيمكن كانت مشكله ان البورت 111 كان مسكر فتحتها درنا شن درنا احنا هو تو يخدم زوز بورتات مش معروف انه NFC يخدم في زوز بورتات NFC نفسه 2049 لك NFS NFS يخدم نفسه ب 2049 لكن في RPC بايند واحد ثاني 111 ونشوف ثمانية قريتها هنا هنا لكن قريتها من برا هو مش طول هو يعتمد على بروتوكول ثاني مش عارف شو يسموه فيه ولا مش هو نفسه ال NFS عنده زوج بروتوكول ال 111 بروتوكول واحد ثاني هو لكن يستعمل فيه هو قال سيت اب NFS 4 نسوي بفان اوفر ذا فاير وول بلوكينج نحن يو اف دبليو تطلع لي تقريبا في في السيرش نفسه ايه مش عارف عنده بروتوكول يستخدم شوية تنزيد من نقرأ له ممكن يكون في سيرفيس اسمه RPC Mondi listens to multiple ports by default
thus you have to bind RPC mount D to one port. Then you can add an additional UFW rule to accept a common connection to that particular port. يعني قاعد تقدر تغير في اللاين ده هو تخليه ياخذ في بورت معين. بعد ما تخليه ياخذ بورت معين هو بتعطيه بورت 111.2049 والبورت هو هيك هو ال RPC مونتي هذا يستعمل هو RPC يعني هي سيرفيس تبعه يستعمل فيها زي ما يقول. خلينا نشوف بقى احنا NFS use of RPC mount D receive من هنا RPC mount D checks both the path name and the symbol IP address against the export table. المونت D تبع NFS لأنه هو يشبه في الاكسبورت تيبل. If the sender is permitted to access the requested export, RPC mount D returns an NFS file handle for export through directory to the client. And the main page is by both. NFS achieves independence using remote procedure call. So library of procedures, the procedures allow one process, the client process to direct another process, the server process, to run procedure calls as if the client process had run the calls in its own address space. This is from IBM docs, NFS RPC protocol. يعني زي ما يقولوا هو يستعمل في RPC protocol للـ NFS. ولا بروتوكول يستخدم زوز بورتات يستخدم في بورت واحد لكن هو هما بورتين 111 تاع النفس نفسه وفي بورت ثاني تبع الماونت يمكن لكل كلاينت يفتح له في بورت براحه على الحاجه زي مو باي ديفولت يتغيروا بورتاتهم لكن تغيروا في الكونفجريشن من هنا في النفس كان سيرفر وتخليه ياخذ بورت معين وتبدا هو البورت تخليه في الفايروال بتاعك يخدم. هذا علاش يعني صار له زي استكن نحن. فحاليا تو احنا خشينا على السيرفر 1 والسيرفر 2 كلهم يخدموا. هذا دي في الشيتش ماشي عطل عندي عندي هما ال بورت وشير ولهم ناس اللي من دايره بالستشفس على الروت تاع السيرفر تاني. اليوم فلو ما ديرهاش ديما خليك مش على الروت. اوكي فتو احنا خدانا الديفولت زوز يو دبليو ديفولت خدانا كيف تدير الاو دينا بورت نمبر ولا سيرفس نيم. وكيف تدير الاو لاي بي او كيف تدير الاو لبورت معين لجميع الاي بيز كيف تدير الاو من اي بي معين او سبنت معينه لجميع البورتس وكيف تدير الاو او دينا طبعا لـ IP address أو سبنت معينة لـ port معين. تمام فيعني هنا نقدر معناه خليتها هو allow in from anywhere نقدر نجي مثلا ندير UFW deny deny from 10 100 5 to any port 2202. اوكي انا ما نبيش السيرفر هذاك اللي فتح لي نفسي النفس نبي يتصل بكل شيء الا للستش بتاع الستش في 2202 انا مغير البورت. فتو رول ادد
تمام، فنبغى نشوف احنا هل يفرق الترتيب ولا لا. كان ما مشيتش معناها يضروا تكون هي فوقها في نمبر 2 يفرق تقريبا يفرق ولا نشوف احنا ال ان 7 بورت 111 مفتوح بورت 2202 مفتوح بورت 2049 مفتوح معناها ال الترتيب يمكن يفرق فبنجي هنا بنمسح رول يو دبليو ديليت 2 يس تو انا على طول بيطلع لي ان مسكر عطل حتى في البحث بتاعه بيطلع لي ان داون مره واحده انا ضروري نزيدها داش بي ان داش كابيتال بي ان هذه طبعا حاجه اللي علاقه بنفسها بس ما يدورش البينك شن صار فيه يطول يدور في الريبورت فتو انا نبدا نزيد رول واحده ثانيه خلينا نشوف انا ايش كتبت بكري يو دبليو اوكي هذا هي رول اللي بنديرها لا اي حاجه من الاي بي ادق كان هي مش اي بي مش الريبورت 2262 بنديرها لا بدي اشوف ستاتس نمبر طبعا عن طريق اليو دبليو مش لازم ندير ريستارت للسيرفر كان خطا طول لانه هو اصلا كوماند مش كونفجريشن فايل بعدين ندير ريستارت مش هيخدم على الترتيب نفس الشيء تو مش حيخدم ايوه اوكي الحمد لله 100% مخدمش نجي مثلا ندير 2049 نلقاه يخدم فالترتيب مهم الديناي بديرها قبل الالاو هذه ديفولت تاعنا ديناي فبيشوف اول حاجه فيها ديناي الباكت هي بدل ديناي كان هذا بيمشي في الالاو قبل يعني هو وصل للالاو ان قبل هي فحيدير الالاو فذاك بتركز على الترتيب وضروري ما تغلطش ضروري جهاز اللي انت خاش منه من هنا اللي غادي ديما تاكد الستش ديما مفتوحه لكن بتغلط واحد لكن تو انت هنا لان الالاو ان الاولى في البورت هو حتى كان زف رول تانية غلط مش حتى هي لو تجرب الاو بس ستش انا عندي نية نشوف هل حيعطيه بورت 22 ولا 22 ولا لان يحفظ ولا حفظ هو فزاد ب 22 فقط يعني ما لهاش اي معنى لان انا ما عنديش حاجه 22 فبنجي طول بندير له يو دبليو ديليت 4 ما نعرفش هل يقدر تعطيه 4 و 5 ما ظنيتش كيف لان هو ما بيمسح هاي 4 هذيك الثانيه بتولي 4 ضروري الواحده هيك وتقريبا تقدر تكتب مكان نمبر 4 تكتب الرول تامه كلها تمشي لكن انا ديما هيك ندير على خاطر نبي نقعد نتاكد هو يعاود لي فيها الرول هنا ونجرب نديرها نفسها ديليت هلاو ديليت 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 رول ديليت الاولى ما لقاهاش الثانيه لقاها اللي هي تم في 6 لان هي مسحتها من قبل فتيجي تكتب الرول تكتب رول كان يكتب بي وهكذا يعني احنا تو عرفنا كيف نتحكم في اي بورت بيوصل ليه يا اي بورت يا بورت معين تقدر رينجز تقدر حاجة زي هي يمكن حتى تقدر دير كوما سبيريت ليست بورت وتقدر دير يا الاو يا ديناي في الان والاوت تقدر تختار اي بي وتقدر تختار اي بي سبنت نعم تقدر دير اكثر من اي بي في نفس الكوماند يعني تبغى تشتغل ما ظنيتش في سبنت تقدر سبنت يعني اي بي سلاش حاجه لكن انه مع بعضهم هيك ما ظنيتش يمكن في كيف دير رينج يمكن ممكن في كيف دير رينج انا مش مجربها قبل نجربوها عادي مثلا نشوفوا اخر حاجه شنو درناها درنا الاو فروم هو مثلا الاو من 7 ل 12 باد سورس ادرس لا ما ياخذش فيه ممكن طبعا انت تقدر تدير مان يو دبليو وتقدر تزيد تقرا هنا وفي الويكي نتاع الديبيان
تيك حتى تاريخ فبراير 17/2016 تبدأ تقرأ في كيف تريلود الفاير ولا عن طريق خكام تريلود لك حتى الآن مثلا محتاج يستهاش لك تريلود بمعنى شو ريلود الرولز كلا طفي ولا ديف باك اب للرول ديفولت رول لم تدير لها باك اب لما تدير ريست دير ريست دير باك اب ريلود ما يولع فيه بنفسه زي ريستارت السيرفس في لوج تقدر تخدم لوج وتغير فيه في كونفجريشن طبعا لوج فاير وول ممكن مش كويس دير له هاي ليفل هي لوج يسجل فيه باي ديفولت في السلاش فار ليفل تقريبا معين مش ليفل عالي مش هلبه حاجه تكتب فيها تشوف تدير اوتنتيكيشن على سيرفر مثلا يعطيك لوج فيل مثلا حاجه هيك تلقاها المفروض مسجله غالي من ام اي بي خلينا نشوفه اي تي سي مش اي تي سي فار لا فار فار لوج يو دبليو ديت لوج اوكي درنا برنامج ستيل باش ناخذ اخر حاجه ندير كات وهو طويل مرتب وفي مراحله حتى هيك مش كويس ديروا داش عند تقريبا داش 4 طول مثلا لا تقريبا داش تي داش اني هذا مش عارف لا داش 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 اخر 4 لا مشت 100 داش اني هو لاين طويل شوي فهنا اكتب لي الهوست نيم تاع السيرفر اكتب لي قلنا يو اف بلوك من الانترفيس هي ما كانش فيه اوت في الماك اللي جاي منها تمام هذه السورس يعني نعمل السيرفر هذاك الثاني اتصلت لان درت 5 هنا ديستنيشن كان السيرفر هو اللينك ومش عارف شو الثاني تايم تو ليف 64 اي دي بتاع الحاجه هذه والنتاج كان تي سي بي كونكشن سورس بورت هو بتاعها الديستنيشن بورت ماشي بورت 80 هذه معناها لما كنت نبدا بالانمام لما درتها من غير ما نحدد بورت مش عارف ويندو هي شنو بالضبط وعطاك انه نوع سنة يعني لو كان تطلع وتخش مثلا وتحاول تخشش يوزر نيم ولا باس بالغلط المفروض يتسجل تعطيك الاي بي هذا حاول انه يخش ندخل انت هذا فاير وول باكيتس ماليش علاقه بانت فين بعتت زي ما قلنا هذه شوف الكونتكست مش كونتنت ما يشبهش بس الباكيت شوف بس لكن في حاجات ثانيه تدخلها ديركت دي بي اي هذيك فلوج الاس اس اتش ايه الاس اس اتش فيه لاست كوماند هذيك فلوج الاس اس اتش فيه لاست كوماند في الاس اس اتش تقدر تشوف به اخر سيشنز تمام وتقدر تشوف طبعا عندنا هو لان عندنا مونت للستش هذا ايش قصده الباقي كلهم من اللابتوب بتاعي تقدر تشوف انه ما فيش حد اتصل لللابتوب بتاعنا وهذا لانه هو يعني يمكن من برا او الجيت واي ولا حاجه باقي كل السيرفر بتاعنا السيرفر واللابتوب باقي ايش كنت بدي ثاني لاست داش بي انا عارف انا لاست داش بي يمكن انا غلطت لاست بي لاست بي لكن نسيت يعني المهم لكن في كمان تعطيه لللاست ولا لاست بي طلع لك فيلد اس اس اتش لوجنز في لوك في بار لوك اوت تقدر جريب لي فيلد باس خلينا كوبي زي ما هو جريب فيلد باسورد لي داش بار سلاش بار سلاش لوك سلاش اوت دوت لوك ما في شيء بكم واحنا اصلا مش حتسامحين الباسورد وراه يمكن لا سامحينا في سيرفر نتاع السيرفر الثاني خلينا نشوف نديرو غادي مش دينايد دوت كور روت اوكي طبعا في شيء لكن نقدر نجرب ونقدر نخلي نزيد يعني احنا تو ديروا سيتش مسارات
2 at at 2 dot msrt تمام شوي فاس غلط يعطل شوي هيك شيء يعطل شوي بدنا لا تسجل تسجل عندي هنا فعندك عن طريق لوك فايل هو فار لوك او دوت لوك يوريك توقيت الواحد اللي غير الوقت مش معدل عندي في السيرفر يوريك انه حاول يخش لليوزر مسارات 2 من الاي بي هو وهذا البورت البورت اللي جاي من السورس بورت تقدر ديل بلوك مثلا الاي بي اليوم قلت لنا على البرنامج في برنامج فيلتر سيف فيلتر لوك فيلتر لوك حزك المهم تقدر تستعمله هنا ما نزلتهاش قبل لك تقدر تستعمله هي رول احسن من هيك انك انت تنحي الاي بيز اللي اللي يبدا ممكن انت تخليه الاسسات تتصل منها من الاي بيز اللي انت تخش منها بس مثلا السبنت اللي يمكن تاع الببليك اي بيز اللي يمكن تطلع منها انت او تخلي عليه اي اس بيز معين انت تستعمل في اي اس بي معين عنده سبنت صغيره تخليها السبنت هذيك بس احسن حاجه يمكن هذا في اربع انواع من الدوس اتاكس هي اربع انواع ده فيك ديما تفلتر خلي اقل حاجه اقل بورتر نبغى نشوفه كيف نديره بلوك لي اس ام بي اي سي ام بي اللي هو بينج عن طريق اليو اف دبليو ما فيش كيف ما فيش كيف هذه واحدة من الحاجات يمكن ما فيش كيف في حاجات بتستعملها الاي بي تيبلز فحاجات الأكتر منك تبي تقرأ على IP tables أكتر وممكن تحط rules في ال في الـ UFW configurations اللي تخشين عليهم بكرة لكن إحنا مش هنخش فيهم توا ويمكن أسهل عن طريق IP tables على حسب أنت استعمالك إيش تبي تدير بالظبط فهذا هو بالنسبة للـ UFW UFW تبي تعرف الـ configuration تاعها وين تبي تعرف كيف تدير الستاتس ديسيبل وانيبل وريست تمام وتبي تعرف وين الكونفجريشن الثانيات وين زي ما شفنا توا ان في حاجات تقدر تديرها غادي لكن مش حنطلقوا لهم توا وتقدر تدير الديفولت بالنسبه للانكم والاوت جوينج ديفولت بوليسي هي تقدر تدير الاو او ديناي لبورت نمبر معين او سيرفيس نيم معين تقدر تدير allow or deny من IP address أو subnet معينة وتقدر تدير نفس الشيء وتحدد البورت من هو وتقدر تشوف status وأحيانا تبي تحتاج تديرها number بس تعرف number بتاعها وتديرها في delete وعرفنا أن delete تقدر تكتب بعدها حتى rule مش لازم rule number هذا بالنسبة لـ UFW السيشن بتاع اليوم اخذنا تعريف الفاير وولز في زوز لينكس هنا تشتغل على الفاير وولز ان جنرال بالنسبه للينكس في ديبيان وبشكل عام حتى برا لينكس في سيسكو دوت كوم اخذنا ان في مجموعه كبيره من انواع الفاير وولز لكن احنا مركزين على ستيتفول فاير وولز والباقي بدات الاخيرات اللي تحت ستيتفول جدد شويه في نوع ثاني مش مكتوب دي بي اي فاير وول اللي علاقه بالكونتكست مش كونتكست عكس هوازم هو كونتكست اوير ذاك كونتكست اوير تستعمله حتى هو واخذنا زي ما قلنا احنا بنركز على ستيتفول اس بي اي فايروالز منهم الاي بي تيبلز الاي بي تيبلز هو اللي زي ما قلنا يخدم الموست لينكس ديستريبيوشن باي ديفولت واحنا استعملنا اليو اف دبليو باش يستعمله هو فهذا ويكي هو ارتكل بس تقرا على الاي بي تيبلز منها
عرفنا انه في تيبلز في 4 تيبلز كل تيبل فيها تشينز مو تشينز بتاعها واليو اف دبليو نستعمل فيها لخاطر احنا من بالنسبه لحالتنا احنا في كورس هاو مش نخش في تعقيدات كلها بتاع الاي بي تي بس نستعمل حاجات معينه اللي احنا نبغى نديرها اسهل بهلبا كان نديرها في اليو اف دبليو فلذلك نستعمل في اليو اف دبليو از لاير اون توب اي بي تي بس زي ما عرفنا هو فيري سمبل ويستعمل في الاي بي تي بس وهذه اللوك بتاعها وتنزل عن طريق ابت انستول يو اف دبليو ولقينا انك انت اي بي تي بس ما عندكش من قبل في ديبيان ينزل معه عن طريق الكوماند هو وانه هو سيرفيس فذاك ضروري من تقدمها ودير لها انيبل كانت تبغى انيبل وتختم وتقدر تتحكم فيها عن طريق كوماند هما ستاتس وديسيبل والانيبل وريست يعني ندير انيبل ولا ديسيبل كان نبي انيبل ولا ديسيبل هذه طبعا من غير بتاع سيستم ستيل براحه يعني انت كان استخدمتها في سيستم ستيل هو ديسيبل ده هنا ايوه مش حيخدم ضروري انيبل في الزوز على الاقل ستارت في السيستم ستيل وهنا انيبل باش يخدم وفكر بدير لها انابل بشابل فكر بتشوف ستاتوس وفكر بدير لها ريست ريست بدير باكاب للكونفجريشن فايلز بتاع كلهم في الكائنات الجديدة وبدير كونفجريشن ديفولت من جديد تمام هذا كان الكونفجريشن بتاعنا وفي كونفجريشن ثانيات في الـETC سلاش يوف دبليو سلاش اي حاجة فايلز تفصل كلهم كونفجريشن تقدر تشوفهم تقدر تعدلهم شوية في مور ادفانسد يوز كيسز اللي احنا بنحكي عليها اليوم كمان زي ما الديفولت الديفولت فورورد بوليسي للانكامن والاوت جوين ضروري تتاكد منها وتقدر تدير الاو ولا ديناي على بورت نمبر او سيرفيس نيم على ديفولت سيرفيس بورت انت كان غيرتها من ضروري تكتبها زي ما هو عليك السلام وتقدر تحدد هل تقبل او ترفض من اي بي او سبنت معينه تقدر نفس الشيء تقبل او ترفض من اي بي او سبنت معينه لاي بورت معين يعني تقدر تحدد بورت او ما تحددهاش وفي كيف تشوف الستاتس في نمبر بس تاخذ نمبر وتمسح منهم او في نفس الوقت تقدر تدير يو اف دبليو ديليت وتعطيه الروتش ان هي تكتبها مره ثانيه باش يمسحها فهذا اللي تبي تركز عليه اهم حاجه تبي تعرف من السيشن تاع اليوم تبي تعرف ان يو اف دبليو ان اي بي تابلز موجوده ونحن نستعمل في يو اف دبليو اللي هو لير اون توب اي بي تابلز هذا الكوماند اللي خدمه هذه اهم حاجه تبي تعرفها تبي تعرف ان ديبيان قالوا انه بيحولوا ال ان اف تيبل ما عاد بيستعملوا اي بي تيبلز من ديبيان 10 حتى الان ما زال بيستعملوا اي بي تيبلز الطريقه هي قاعده فارغ وفي فار ودي يستعمل فيه اكثر حاجه في فيدورا وريد هات وفي ديستروز الفاير وول كانك انت مثلا تبي تدير بوكس معين خاص للفاير وولز وما عاد تبي تدير فاير وول رولز في الاجهزه تقدر عن طريق واحدة من السلوشن هاي بإذن الله مرة جاي نزيد نشوفكم حتى السلوشن الثانية هادو كلهم open source free software mostly GPL licensed software يعني هو تقدر تستعمله بإذن الله تقدر ترتاح لك يعني كنت عجبك السوفتوير تحت تقدر تستعمله هذا كيف يعني انت تدير كأن انت تدير هذا زي operating system تاعك في او اس مثلا هو based on Debian provides a free routing platform that competes directly with other commercially available solutions يعني ما سلوشز مش خاطر هو ما تدفعش حقه من هو اقل مستوى من الحاجات اللي مدفوعه بالعكس يمكن يكون احسن على خاطر انت في النهايه حاجه زي اللي علاقه بالسكيورتي المفروض انك تستعمل فري سوفت وير فريدم ريسبكتنج وبرايفسي ريسبكتنج سوفت وير يعني في العاده يعني اصعب انه يضحكوا عليك بالفري سوفت وير يعني احنا نعرف ان احنا في وقت ان الشركات الكبرى تخدم في فولنربيلتيز اون بيربس في السوفت وير بتاعهم ويعطوا فيه الشركات والحكومات والحاجات هذه فانت المفروض الاحسن انك تستعمل حاجه فري اوبن سورس سوفت وير وبيتريت المفروض تشيك حتى على السورس كود براها تاخذ يعني ما تعطيش ثقه بسهوله في برنامج معين المفروض فهذا السوفت وير ضروري تعرفهم انهم موجودين تقدر تستعمل اي حاجه تعجبك انا نوصل انه فقط يكون فري اوبن سورس سوفت وير وانه يكون وايدلي ادوبتد يعني في مجموعة كبيرة من الناس تستعمل فيه باش تقدر تخش على الكوميونتي بتاعهم ان يكون في فورمز وحاجات زي هي تقدر تسأل تقدر حاجات زي هيك في السوفت وير هاك انا عندي برزنتيشن اعطيها لمكان ثاني من قبل وريتها لكم في بداية الكورس الاول ممكن اوريها لكم مرة ثانية بس تتأكد ان يعني فصل زي ما تقول تشيك ليست باش تقدر تدير مثلا قائمة دير تيبل تسجل انا شن مثلا عندي برنامج واحد برنامج اثنين برنامج ثلاثة برنامج اربعة
ونحدد بوينتس معينه، ما هو اللي عنده وما هو اللي ما عنده، او ما هو اللي احسن من الثانيين في حاجات معينه، زي مثلا ادابتيبيليتي، مثلا قديش في واحد مثلا في برنامج يستعمل فيه 50,000 يوزر، في واحد ثاني يستعمل فيه 5,000,000 يوزر، يعني كده ادق فيه كوميونتي اكبر، يمكن حصل مساعده اكثر. فهمت؟ في حاجات ثانيه زي مثلا مينتينابيليتي، امتى اخر مره غيروا فيه البرنامج، قاعدين هل قاعدين اكتف ديفلوبمنت ولا خلاص ما عادش يديروا فيه، وحاجات زي هي. تنزل نوريكم برزنتيشن ثانيه فيها حاجات اكثر، مش تقدر توازي بطريقه احسن شنو البرنامج اللي يمشي معك. احنا نتوقع قصدي اليو دبليو حيكون كافي على حسب انت مرات، انت مرات على حسب، على حسب انت مرات. انا عندي سيرفر واحد ما خصش الا ستش، هو اصلا بيخدم يخدم ترسل وانت تخدم، لكن انا مرات عندي مجموعه كبيره من السيرفرات، ومرات انا حتى في الريسورسز مرات انا نوفر له جهاز بروحه شهاده فايروول، مرات يوفر لي ريسورسز في الاجهزه الثانيه احسن. هذه بنقول لك انت مثلا تخدم انت اصلا عندك فايروول وعندك اليو دبليو، لا مش اليو دبليو، الفايروول فيزيكال هاردوير سيرفر هو عندك فايروول، فانت هذا موفر لك سكيورتي. تستخدم اليو دبليو بس داخليا تقدر تستعمل زوز. هيك المفروض زي ما قلت انت. شكرا، 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 شكرا